بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد بموديلات جداد، جلبت اليوم راقين ورائعين ودارجين على الطوندونس، شي حاجه اللي ما دايراش في السوق، ما تلقاوهاش غير عند قبطان يسرى. هذه جلبه البنات في البلوسيل كتحمق دو بيس، عندها انتما بلاتو نهضر عليها هو الاول، عندها خدمنا عند السوق انتما الخدمه ديالها كيفاش دايره غزاله، درنا ليها الكميمات ديالها في واحد التويب اللي هو مختلف، الغابيل ديال القفيطين اون بتيت روب ماشي قفيطين، هانتوما عندها واحد لا بتيت روب لتحت اللي هي زوينه وتوبها مبرد وغزال ورائع. نشوفوا القبيب ديالها، ودرنا الغابيل ديال التويب اللي في التحت بلاصه القبيب مقلوب، قبيب مغلف، هانتوما جايه فريمون راقيه ورائعه، فيها افتقاس من الجناب، وخدمناها بعدا بالبلوغوا، جايه فريمون زوينه. انا نقرب ليها باش تشوفوا كيفاش تتبان، هانتوما فريمون سنيدلا ليا باردون سنيدلا نيت حتى صندله هذا كتحمق، هانتوما يلا شوفوها فريمون جلبه ليا رائعه وراقيه، وفيها بياسه وحده ما معاوداش. اللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا، تواصل معايا على الواتساب، كنديرو لا ليفريزون داخل وخارج المغرب، والموديل البنات راه ما كيتعاودش، موديلات حصريه. واللي عجب هذا الموديل وهذا الفيديو ديال اليوم ما تنسانيش من التعاليق ومن ابوني ومن البارطاج مع الاهل ومع الاصدقاء، اتمنى جد مناسبه وشعارنا دائما الجديد والحصري عند قبطان يسرى، واللي ما شرا يتنزه. وندوزو الموديل يتابعو البنات، شوفو لي عاوتاني هاد الموديل تاع هادشي لباس شحال جايه غزاله ورائعه وكتحمق، تا هي نفس تقريبا نفس توي فاش درنا الجلبه الاولى، غير الاولى كانت عندها دو بيس قفيطين، وهادي تخوا بيس، عندها ان بونطالون لي هو با تيليفون، هانتوما جاي غزال كيحمق، ودرنا لها واحد لو او ان بتي او، هانتوما لتحت لا تونيك ديالها، وخدمناها بواحد الخدمه اللي هي زوينه وسامبل، ودرنا الغابيل في القبيب، هانتوما شوفوا القبيب تاعها والغابيل في الكميمات، نشوفوا الكميمات دوري شوفوا، هانتوما درنا ليها في الجناب الفتاقي طوال، هانتوما دوري تشوفي دوري باش يشوفوا ماشي تشوفي. هانتوما جلبه ليا غزاله وراقيه وشيك وشي حاجه اللي هي كلاس، نقدروا نخرجوا بها اولا نتعرضوا بها، فريمون جليلبه اللي رائعه وراقيه. وحتى هذه ما معوداش فيها بياسه وحده، البياسه الاولى كانت بالكسيوه وفي شكل اخر، والبياسه الثانيه هي درناها بالسروال، وعندها اون تونيك ها هي صومونج، ما شغلت بالكم ولا لا، فريمون جايه غزاله، والتوب راه كروكو هانتوما غزال، يعني كيف ما كنعودكم دائما على الجديد والحصري عند قبطان يسرى، يعني دي بيس لي هما اونيك، ما كرياسيون اونيك ما كتلقاوهاش عند حتى شي واحد اخر. واللي بغاتها مرحبا و مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب، تسكرين لي الموديل اللي بغات، نقول لها الثمن ديالو ونصيفطها لها حتى الباب دارها، توصل داخل وخارج المغرب. وندوز الموديل يتابعو البنات، شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل تاع الجلبه شحال جاي رائع وغزال كيحمق. هذه جلبه البنات اللي هي في النوار، عندها الظهر ديالها عاود يرجعي تشوفوا الظهر ديالها في النوار، وخدمناها بالفوشيا، ودرنا لها واحد الهديبات لتحت بالموف، جايه غزاله ورائعه كتحمق. ها نتوما شوفوا هذه في القدام كيفاش دايره، جلبه اللي هي زوينه وسامبل اوريجينال، شي حاجه ديال تو لي جور نخرجوا بها نتعرضوا بها اولا نستقبلوا بها ضيافنا، علاش لا، فريمون جلبه اللي هي رائعه، لي كولور ديالها فنين وتوبها مطلوق، وشي حاجه اللي هي شيك اوريجينال ودارجه على الطوندونس، كنقدروا نلبسوها كلاس ولبسوها سبور، فريمون جايه راقيه ورائعه. وهذه حتى هي البنات راه بياسه وحده اللي فيها ما معوداش نهائيا، هانتوما شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره، لا فينيسيون ما نقولكمش، الفزاله الفصاله مخزانيه ما كترسيش لا طاي، هانتوما جلبه طايحه والتوب ديالها طايح، حتى هذه بيس وحده اللي فيها اللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب، كنديرو لا ليفريزون داخل وخارج المغرب، اثمنة جد مناسبه. واللي باقي ما دارش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. وندوزو للموديل تبعها البنات، شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل، هذه جلبه للناس اللي تيحماقوا على لو روج على الاحمر، جلبه في الاحمر جايه غزاله ورائعه، هانتوما خدمناها بالسفيفه بالروج وبالنوار،
ودرنا ليها الكميمة ديال المر بالاحمر والكحل، الناس اللي كيحماقوا على الاحمر، واحد الهذيبات هكا في السطو جايه فريمون رائعه. وغلفنا لها القبيب بالاحمر، جايه غزاله كتحمق. ودرنا معها دي صندال في الغوج، هانتوما فريمون جايه راقيه ورائعه. هذه حتى هي البنات بياسه وحده، موديل واحد اللي فيها، اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب. كيف ما قلت لكم كنديروا لا ليفريزون داخل وخارج المغرب. هانتوما جلبه ليا راقيه وموديل لي هو حصري عند قفطان يسرى، يعني موديلات كندير لكم بياسات اللي هما راقيين ورائعين، ما تلقاوهمش غير عند قفطان يسرى. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزوا للموديل اللي تابعو. البنات شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال جايه غزاله ورائعه كتحمق. هادي جلبه البنات هادي جلبه عندها القدام ديالها في النوار، ودرنا فيه دوك لوريدات الغابيل ديال اللور. هانتوما شوفوا اللور ديالها، اللور ديالها كله فلوري توب ساتيني غزال. جلبه لاكوب ديالها مغزانيه. هادي البنات كنت عاودتها فواحد الفيديو، معقلتش واش قبل من هذا ولا قبل ما شي فيديوهات، غير الاولى كانوا فيها الجياب كبار هنا فلوغي، وخداتها واحد السيده بصحتها وراحتها، وعاودت فيها هذا الموديل اللي هو مختلف تماما على الاول. يعني اللي خداتها دابا راه مختلفه، يعني فيها جوجات كل وحده بشكل يعني مختلفه على الاخرى. هانتوما فريمون راقيه، الفصاله مخزانيه، التوب راه ما نقولش لكم كيف مطلوق. جلبه ليا مريحه وراقيه، واش حاجه ليا زوينه ودارجه على لا طوندونس، ما كتلقاوش غير عند قفطان يسرى. وهاد الجلبات البنات راه كتلبسوهم وانتم مرتاحين بحال لابسين دي بتي طوب، يعني كنخرجوا بهم كنتعرضوا بهم، فريمون جلبات اليوم رائعين وراقيين. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا، كما قلت لكم تواصل معايا على الواتساب، كنديروا لا ليفريزون داخل وخارج المغرب. وندوزوا للموديل اللي تابعو. البنات شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال غزاله هي، ما هي جلبه ما هي كسيبه، فريمون زوينه. ما عرفتش علاش عجبني هاد الموديل. ديجا درت في هاد التوب اون كومبين اللي كانت جات رائعه وغزاله، وتبعت خداتها مولاتها بالصحه والراحه. هانتوما جلبه وفيها الخدمه نص الطوق، فيها واحد السنيسله كتحل بها، ودايره بحال فيها دي بانو، واحد البانو في القدام وواحد في الظهر، جاي غزال راقي. هادي ودرناها بالحزيم، يا اما كتحزمي بها اولا كتلبسيها مطلوقه. فريمون جلبه اللي هي زوينه وخفيفه وديال تولي جوغ، يا اما نخرجوا بها يا اما نلبسوها في الدار اولا نستقبلوا بها الضياف. جايه فريمون راقيه ورائعه. نتمنى يعجبكم هذا الموديل، واللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، تواصل معايا على الواتساب، كنجيو لايف غزال في المغرب كامل وخارج المغرب. واللي باقي ما داتش ابوني، دير ابوني ولايك وسبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. شوفوا القبيب، نسيت ما وريتكمش اللور ديالها كيفاش داير. هانتوما جلبه اللي هي زوينه بحال لابسه اون تي طوب، يعني ديال تولي جور براتيك، فريمون زوينه. نتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزو للموديل اللي تابعو. البنات شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل تاع جلبه شحال غزاله وراقيه ورائعه كتحمق. هذه جلبه البنات اللي فيها واحد اللوينات اللي هما غزالين صيفيين، جلبه اللي راقيه. وهذه حتى هي فيها موديل واحد، فيها لي كولور غزالين، لورانج الفير رويال والبلو روا، ودرنا ليها الظهر ديالها كله اورانج، جايه فريمون راقيه ورائعه. ودرنا ليها الهديبات في الفير رويال، جايه فريمون زوينه. دابا ما نقولش لكم كي مبرد وغزاله كتحمق. وهذه البنات فيها بياسه وحده، نشوفوا الكميمات ديالها، فريمون جلبه ليا مخزانيه وروميه، شي حاجه اللي عصريه اللي كتلبسيها وانت مرتاحه بحال اللي لابسه اون تي طوب. هادو البنات راه كما كنقول لكم كتلبسوهم براتيك ديال تولي. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال جايه رائعه وغزاله كتحمق. هادي جلبه في النوار، هانتوما شوفوا كيفاش دايره، فريمون زوينه. نتوما شوفوا لي الموديل ديالها كيفاش داير، درناها تويب ديالها فريمون غزال، راه هكذا داير غيي كتحمق. ودرنا ليها كميمات اللي هما ترونسبارون وكميمات ديال فراشه، ودرنا ليها واحد الخدمه من هنا جايه غزاله فيها الهتيبات، فريمون جلبه ليا راقيه وشيك. هانتوما ودرنا ليها التحت ديالها حتى هو ترونسبارون، جايه بحال اون بتيت غوب. هادي البنات حتى هي ديال الحضور او لا تقبي بها ديافك في الدار، علاش لا، فريمون لي هي جلبه زوينه. نشوفوا القبيب ديالها كيفاش داير،
جبلية رائعة كتحمق شيك وأوريجينال. هذه حتى هي فيها موديل واحد جاية رائعة وراقية زوينة بزاف، وحتى هي فيها موديل واحد اللي عجبتها مرحبا وألف مرحبا، تواصل معايا عبر الواتساب. كما قلت لكم كنديرو لا ليفغيزون داخل وخارج المغرب، واللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساويش من تعليق زوينين ديالكم تقول لي كيفاش جاوبكم لي موديل ديال اليوم ديال هاد لا فيديو، وما تنساوش تتابعوني على فيسبوك وعلى انستغرام، ونتلاقاو ان شاء الله. كانت هادي اخر جليب، لا سمحوا لي باقا واحد الجلابه مازال غادي ندوزها لكم في البيض، انتما بقوا معايا حتى تشوفوها. هادشي فين البنات؟ شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل تاع الجلبه، هذه جلبه سوسيه 100% جايه غزاله وراقيه كتحمق. راه كنت درتهم في البلو في النوار وفي لو جون وفي الروج وفي البلون، فريمون جايين كيحمقوا غزاله. هانتوما البصله ديالها كتحمق، هانتوما جلبه بربر سوسيه 200%. ودنا حتى يفصل تاع مخزنيه كتجي كتحمق. هذه حتى هي البنات كتلبسوها سواء هكذا مع دي ساندال بلا اولا مع دي باسكيت كتجي راقيه. سينو كاين اللي جاتها مثلا ما كتبغيش تلبس بزاف شلات قصار، كتلبسيها مع الجين ولا مع الليكين كتجي غزاله وحلوه حلوه فنه فنه كتحمق. عرفتوا راه في الكورو كلهم حمقوا عليهم الناس كلهم مشاو الحمد لله. ودابا درتها في هذا لو بلون، بغيتكم تشوفوا البلون تاعي كيفاش داير. ونتمنى هذا الموديل يعجبكم البنات، وكانت هذه اخر جلبه في هذا لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تعجبكم لا فيديو، واللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساونيش من التعليق الزوينين ديالكم ومن البارطاج ومن لي لايك. وبسلامه عليكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير، باي باي.